عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي، كلكم عار الا من كسوته فاستقسوني اكسكم. يا عبادي، انكم تفتنون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص من مخيتي وادخل البحر. يا عبادي، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. رواه مسلم. عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وابو ذر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حقه اصدق من اقلت الغبراء واظلت السماء، اصدق الناس لهجه وازهده في الدنيا ابو ذر رضي الله تعالى عنه. وقد ظلمه كثير من الناس فيما يتعلق بامر الدنيا واتخذوا زهده ذريعة الى مبادئ فاسدة. ابو ذر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا في الدنيا وليس لديه الاولاد، وكان يكتفي بما في يده، وكم من شخص خرج مما في يده الى الله ورسوله. فالصديق رضي الله تعالى عنه ياتي بكل ما يملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيئا، فيقول له: يا ابا بكر، ماذا تركت لعيالك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. لم يتهم ابو بكر بما اتهم به ابو ذر، ولكن راى بعض الناس في سيرته ما يوافق مناهجه فادعوا دعوات عليه. ونعجب لماذا تركوا اصحاب رسول الله جميعا الذين كانوا يملكون البيوت والضياع والتجارات والمال الطائل ويأتون إلى أبي ذر. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد يجهز جيش الأسرة من ماله الخاص. لماذا لم يتأسوا بعثمان ويطلبون الدنيا من حلها ويصرفونها في سبيل الله؟ ابن عوف لما جاءت تجارته يتصدق بالعير وما تحمل، يعطى ارباح 100% ويقول: عندي زياده 10 اضعاف. فيقول التجار: نحن تجار المدينه ولا يوجد احد غائب يعطي اكثر من الضعف. فيقول: هي في سبيل الله الحسنه بعشر امثالها. لماذا لم يتخذوا ابن عوف التاجر الكبير ولم يتخذوا عثمان، لماذا لم يتخذوا الزبير مثالا؟ ثم
احدى زوجات او ربع الثمن، كان عنده اربع زوجات والاربع لها الثمن، الواحدة منهم بمئات الاف الدنانير كانت حصتها، كان له في المدينة وفي مصر وفي العراق وفي الشام البيوت والضياع. لماذا لا يأخذون هؤلاء أسوة لهم ويأتون إلى أبي ذر؟ يكفينا بأنه أصدق الناس لهجة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده. وفعلا لما حصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الشام بعض الشيء، اشتكى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فطلبه عثمان بجواره، فجاء إلى المدينة بطلب من عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم رغب أن يكون بعيدا، قال: لا تبعد عنا كثيرا. فجاء إلى الربضة وسكنها وفيها مات رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الإمام الجليل والصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيما يرويه عن ربه. هنا يقف علماء الحديث وعلماء المصطلح في هذا التعبير. هذا التعبير يأتي في القسم الذي يسمى الأحاديث القدسية أو القدسية. والأحاديث القدسية هي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما سأل البعض: أليس كل شيء من القرآن ومن الحديث النبوي والأحاديث القدسية والكتب السابقة كلها من الله؟ جاء في حق السنة النبوية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فقال: نعم، الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة المطهرة، وهذا وإن كان الأصل فيها وحي من الله إلا أنه أسند إلى رسول الله أن يعبر عن هذا بمنطقه الخاص وبأسلوبه النبوي الكريم. يقابل هذا القرآن الكريم، هو من عند الله ولكن ليس لأحد حق التصرف في إيراده، ولا يجوز أن يروى بالمعنى، ويشترط فيه أن ينزل به جبريل عليه السلام من الله إلى رسوله. الحديث القدسي وسط بين القرآن وبين السنة النبوية، قد يأتي به جبريل، قد يراه صلى الله عليه وسلم مناما، قد ينفث في روعه، قد يلهم إلهاما، كل ذلك من أقسام الحديث القدسي. إذا نفرق بين الثلاثة. قالوا: أما الأحاديث النبوية والمعروفة بالسنة المطهرة فهي ما قاله صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما قال جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إنما الحلال بين وإنما الحرام بين، وقد يجمع خلق أحدكم في بطن أمه كذا، إنما الأعمال بالنيات، إنما كل هذه يقوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه. أما القرآن فهو ما نزل به جبريل من الله على رسوله، والحديث القدسي كما أشرنا يأتي بلفظه يوحى بمعناه ويسند إلى الرسول أن يش أن يبينه، ولكن في إيراده صلى الله عليه وسلم للناس يقول فيما عن ربي، أو يقول بما أمرني ربي، أو أوحي أوحى إلي ربي، أو عن رب العزة، أو عن الله تعالى. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بالحديث القدسي يسند الرواية إلى الله، كما أن الصحابية يسند الرواية في السنة إلى رسول الله. فرسول يقول قال الله تعالى كذا. والفرق بين الثلاثة: أولا بين القرآن والحديث القدسي، لأن كل منهما يسند إلى الله،
القرآن كلام الله والحديث القدسي من الله. قالوا الفرق بينهما أولا في المصدر، القرآن لابد بمجيء جبريل به من الله إلى رسوله، وقالوا الوحي من حيث هو أهم من أن يأتي به ملك، لأن الوحي في اللغة هو الإعلام بخفية. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني الملك كصوصلة الجرس فيأخذني الوحي ثم أنفصل عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك في صورة رجل. الأولى قالت وهو أشق وعلي، والثانية قال أحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فأخذ عنه. وذكروا من أحوال الوحي أن يكون مناما وأن ينفت في روعه ويلهم، ولكن اتفقوا على أن القرآن لم يؤخذ لا مناما ولا إلهاما ولا نفتا في الروع، إن لا بد أن يتلقاه بواسطة الملك، إما يأتيه كصلصلة الجرس وإما يأتيه الملك في صورة رجل ويعلم أنه جبريل ويلقي عليه القرآن الكريم. بقية أنواع الوحي يمكن تأتي إلهام نفخ في روعه، والنفخ في الروع قد يكون لبعض عباد الله الصالحين ممن يلهمهم الله الحق. وقد جاء في قصة رقية الفاتحة، بعث صلى الله عليه وسلم سريا فجاءوا ليلة ونزلوا على حي من العرب وطلبوه القراء على عادة العرب، قالوا أنتم جئتم من عند الرجل السابق فليس لكم عندنا شيء، اذهبوا عنا. فذهبوا عنهم، ولما نزلوا قريبا منهم سلط الله عقربا على سيد الحي فلبغته، فجاء واحد منهم قال هل فيكم من راق؟ واحد قال نعم انا راق. قال هلم اليه ومشى معه، قال سيد الحي قد لبغ عقرب، قال والله لا ارقيه لكم حتى تعطونا جعلا، طلبناكم القرى ان تنعتم. فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فاذا به ينشط وكأنه اصيب بشيء، فجاء بالغنم يسوقه فقال له اصحابه بما جئت به؟ قال رقيت لهم سيد الحي كما جاء الرجل. وكيف تأخذ أجرا على ماذا فعل؟ قال قرأت سورة الفاتحة. كيف تأخذ أجرا على قراءة كتاب الله؟ واختصموا في أخذ الأجر، نقتصمنا ناكل ما ناكلش قال الله حتى نرجع إلى رسول الله ونسأله. احتفظوا بالغنم وجاءوا إلى المدينة فأخبروا رسول الله بالخبر، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموه واضربوني معكم بسهم. ثم قال للرجل وما أدراك أنها رقية؟ قال ايش فعلت؟ قال اضرب الفاتح. قال وما أدراك أنها رقية؟ قال شيء نفث في روعي، إنها أحسس بهذا الإحساس ووجدت هذه الأروحية وصرحت إليها وقرأت والله سبحانه وتعالى أجابني. فإذا كان شخص من عامة الأمة ينفث في روعه ما يوافق الحق، فسيد الخلق صاحب الرسالة من باب أولى، وما ينفق عن الهوى. إذا القرآن يفترق عن الحديث القدسي في مصدره، القرآن لا بد من أن يأتي به جبريل، الحديث القدسي ليس بلازم. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، الحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى. القرآن بلفظه من كلام الله، والحديث القدسي ليس بلازم أن يكون بلفظه من كلام الله. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الحديث القدسي لا يشترط فيه ذلك. القرآن
ركن في الصلاة من الفاتحة أو غيرها. الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، بل ربما لو تعمده لبطلت به الصلاة. القرآن عندما لا يرى جواز بيعه، الحديث القدسي خلاف ذلك. القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، الحديث القدسي بخلاف ذلك. القرآن من جحد منه حرفا واحدا كفر، الحديث القدسي لو نفى الحديث كله وقل لم يصح سنده لا يكفر بذلك. القرآن لا بد ان يكون ثبوته متواترا من الله الى جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتواتر الى الأمة الى ان يصل الينا. الحديث القدسي ليس بشاك فيه، قد يكون حديث قدسي وسنده ضعيف. اذا تلك هي الفوارق بين الحديث القدسي الذي ينسب الى رب العزة سبحانه فيما يرويه عن ربه، وبين القرآن الكريم الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الحديث النبوي فهو الذي يرويه الصحابي، سمعت رسول الله يقول كذا، قال وما رسول الله كذا. وعلى هذا تكون السنة كما قالوا اقوالا وافعالا وتقارير، وبعضهم يقول اخلاق للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه يقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ايش؟ عن ربه. اذا هذا الحديث من الاحاديث الايش؟ التي تسمى الاحاديث القدسية. وقد جمعها المجمع العلمي او المجمع العلمي في القاهرة، بعضهم يقول صحت 100 حديث، والمجمع جمع الى حوالي اكثر من 300 حديث الى غير ذلك بحسب ما جاء في كتب السنة، سواء من صحيح البخاري او مسلم او ابي داود الترمذي النسائي ابن ماجه او ما جاء في موطأ مالك. كل كتب السنة كما تروي السنة النبوية تروي ضمنها الاحاديث القدسية، لانها وان كانت قدسية تروى عن رب العزة، لكن من الذي يرويها عن رب؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي تجمع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرى فيه العلماء انه جامع شام، وانه من ابرز الاحاديث او الجوانب التي تبين سعة فضل الله وقوة رحمته وعطفه بعباده. والحديث ينظر فيه من حيث الاسلوب ومن حيث المنهج. اما الاسلوب انظر في اوله، مستهل الحديث ماذا؟ يا عبادي. اذا اصغينا الى هذا النداء وتمعنا مدلوله، يا عبادي، يا حرف نداء، وينادى بالهمزة ازيد وبالهاء هزيد، ويا انما تكون للبعيد، والهمزة تكون للقريب، والهاء للوسط، والبعيد تناديه يا حتى ان تبدو الصوت ويبلغ من كان بعيدا عنك. او ويكون البعد اما بعد مكان واما بعد منزلة. فاذا كان شخص رفيع المنزلة لا تقل له أميرنا أملكنا، يا ملكنا يا أميرنا، تمد الصوت تكريما له لرفعة منزلته. فإذا كان قريبا منك بجواره قلت يا أخي، كأنك جعلت ألغيت دنو المكان وجعلت بعد المنزلة ورفعتها كالبعد المكاني، واستعملت يا في النداء لعلو منزلته عندك. ومن علو المنزلة العطف والرحمة وحب الخير. ونجد هذا الاسلوب يتكرر في كتاب الله. ابراهيم عليه السلام مع ابيه، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وكل ذلك في مقام العطف على ابيه والشفقة عليه. وكذلك نوح حينما ينادي ولده، وهكذا لقمان حينما وعظ ابنه
كل ذلك يكرر يا بني يا بني لأي شيء. لا كما يقول بعض الناس تلذذا باللفظ البنوة أو الأبوة أو العبودية، لا، بل إظهار العطف والرحمة والشفقة. يا عبادي، تتكرر هذا النداء في هذا الحديث 10 مرات. كل ذلك لأي شيء؟ كل جملة تدل على الرفق والعطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى. فالأولى يا عبادي، تنبيه، استمعوا، اصغوا لما أقول، توجهوا إلي، ابنوا مني. ماذا يا ربي؟ أنتم عبادي، وهو المولى سبحانه برحمته وبشفقته وبلطفه احذروا احذروا الظلم. فأنا يقول سبحانه وهو الملك القادر القاهر وهو رب العزة وبيده مواسم الخلق ولا يسأل عما يفعل، يقول حرمت الظلم على نفسي، مع انه سبحانه لم يتوجه اليه ظلما. لان الظلم ما هو؟ قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او الظلم هو الانتقاص، لكن الحقيقة بان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او تصرف المالك في غير ملكه، وهو رجع للاول. فاذا كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمولى سبحانه لا يضع شيئا الا في موضعه. وإذا كان الظلم تصرف الإنسان في غير ما يملك، الكون كله ملك لله، وكل تصرف من الله فهو في ملكه وهو في خلقه أينما كان. إذا لا يتوجه إلى الله ظلم، ولا حاجة إلى النقاش هل الظلم ممكن في حق الله أو ليس بممكن، هذا تحكم على الله. الله يقول ويخبرنا إني حرمت أي منعت وتنزهت عن أن أظلم، مع أنه لا يسأل عما يفعل. إذا مقدمة، ويجب أن نتأسى ونتأدب ونتهيّن. وجعلته بينكم محرما، لماذا؟ لأنه عباده. فإذا كان هو لا يظلم، وإذا وقع منه ظلم على من؟ على عباده. هو لا يظلم عباده لأنه يرحمهم، فكيف يقبل من غيره أن يظلمهم؟ لاحظين هذا يا إخوان؟ إذا كان المولى لا يظلم أحدا من خلقه، فكيف يرضى بأحد يظلم خلقه؟ لا يرضى بهذا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بصيغة المبالغة. قد يقع بعض الظلم دون ما علم، والرواية الأخرى فلا تظالموا بدون تضعيف، أي المشاركة، لا يظلم بعضكم بعضا. وإذا وقفنا عند هذا النداء الأول وهو عدم الظلم بين الخلق، وكان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أو المصطلح عليه عند الناس الظلم الاعتداء على حقوق الآخرين، الظلم التصرف في ملك الآخرين بغير إذنهم. يقول علماء التوجيه والتربية والتشريع، ما فنت أمة إلا تحت صوت الظلم، وما وقعت مصائب في الأمة ولا ابتليت بأمراض ولا ببلايا ولا بثناء نهائي إلا بسبب الظلم. ويقولون إن رفع الظلم عرف في التاريخ من مئات آلاف السنين، وفي ملوك الفرس وقبلهم، وفي العالم بأسره كان يحذر الظلم ويتجنبه، وبعض الملوك كان يجعل له نافذة ويكتب عليها نافذة المظالم. وكل من كانت له مظلمة من عامل من خادم من اي شخص له سطوة او سلطة كتب ظلامته والقاها، لان عماله كانوا لا يبلغونه مظالم الامة، فكان يتولاها بنفسه. وجاء الاسلام
وبين لنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا القرآن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان الأمر كذلك أولى من يراعي قضية الظلم والعدالة المسلم، لأن الله سبحانه يخبره بأنه تكرم وعدم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يرتكبوا ذلك فلا تظالموا. ونعلم ما جاء في التاريخ الإسلامي من العدالة، وأول تمثيل للعدالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما يستعيذ بالله من أن يظلم أو يظلم أو يبغي أو يبغى عليه، وفي موقف من أحرج مواقف الإسلام في أرض المعركة في بدر، العدو 3 أضعاف المسلمين وبعدد وعدد متناه، والمسلمون خرجوا لأخذ عير لا شوكة لهم، ويصف المسلمين ليلتقوا تتقابل قوة الحق مع قوة الباطل، الإسلام بنوره والكفر والشرك بظلامه وضلاله، ويسوي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كما يسوون في صفوف الصلاة لتراصهم، إن الله الذي يقاتل في سبيل الله كأنهم ايش بنيان مرصوص. فجاءت السيرة بأنه عبد رجلا بالقضيب في يده هكذا على بطني، فقال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتك حينما أعديك لتصف فصف، قال أوجعتني يا رسول الله. فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويعطيه القضيب ويقول اقتد لنفسك مني. وين هذا جماعة؟ من حقه أن يعد صفوف. لو أي قائد في معركة هذه وأي جندي أو عريف أو يقدم عنده وقال كلمة مثل هذه ربما سطعه على وجهه، احنا في وقت المزح ولا في وقت أوجعتني ولا كذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموقف يكشف عن بطني ويعطيه القضيب ويقول خذ حبك مني. فيأتي ويهوي على بطنه صلى الله عليه وسلم فيقبله، ايش هذا حبك؟ قال نعم يا رسول الله. ما الذي حملك على هذا؟ هذه حيلة، ما الذي حملك عليها؟ قال يا رسول الله الموقف كما ترك وبين الحياة والموت، فلا ادري احببت ان يكون اخر عهدي من الدنيا بك يا رسول الله. الذي يهمنا ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم نفسه لأحد أصحابه في أحد المواقف يقول خذ حقك مني. يبقى في هناك مثال للعدالة في وقع هذا؟ لا والله. ثم بعد ذلك النصوص المتضافرة عنه صلى الله عليه وسلم في القضاء وفي الشهادة وفي التحذير من شهادة الزور إلى غير ذلك، ويأتي بعده الخلفاء الراشدون ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويتكلم ويخطب الأمة كلها ويتولى المظالم بنفسه، إلى حد أن يقول لو أن شاة بدلة كسرت رجلها لكان عمر مسؤول عنها. ويتتبع الناس في الليل ويسمع العجوز تشتكي ويسألها ما سيئة عمر.